وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتخصيص والشراكة. أهلا بك دكتور ظافر. أهلا دكتور بدايدة. بداية، ما هي أهمية هذه الاتفاقية؟ هو في الحقيقة الاتفاقية توجه التزام شركة تالف التي تعمل معنا في الهيئة من خلال برنامج توازن الذي يعرف عالميا بالأوفست، لتقديم مشروع يخدم أهداف السلطنة في تعزيز قدراتها في مجالات مختلفة، وبالتالي تم اختيارها بناء على خلفية الشركة الكبيرة في هذا المجال، وأيضا بعد مرحلة من التقييم لتقديم عدة عناصر من خلال هذا الالتزام. طبعا تعزيز الأكاديمية بمسارات ومناهج تتجاوز ال 14 برنامج، بنقل الملكية المشتركة للأكاديمية بحيث يكون هناك أيضا استدامة في نقل البرنامج، وتدريب عدد من المدربين العمانيين، وأيضا توفير منصات إلكترونية ثابتة ومتنقلة التي حقيقة هي تعتبر نقلة في نوع التدريب العملي لهذا المجال الدقيق، بحيث أن توفر بيئة محاكاة لأنظمة وشبكات مؤسسات كبيرة من خلال الأكاديمية للمتدربين. وأيضا هناك عدد من البرامج المجتمعية والفعاليات التي ممكن ستتوفر من خلال الشركة الثالث لتنفيذها في السلطنة خلال مدة الاتفاقية التي تتجاوز السنتين ونص، من ضمنها بعض المؤتمرات والفعاليات العامة. وهناك أيضا تواجد لعدد من الخبراء من الشركة الذين سيتفاعلوا مع المدربين العمانيين خلال الفترة القادمة. نعم، نود أن نعرف أكثر عن المنصات، منصات التدريب، وكذلك المستهدفين من هذا التدريب دكتور. المنصات هي حقيقة تعرف بالرينج، وهي أنظمة متقدمة تحاكي شبكات لمؤسسات قائمة، بالتالي من الممكن تصميم شبكات لقطاعات حيوية كقطاع البنكي أو القطاعات الأخرى في البنية الأساسية، بحيث أنه المتدرب يتفاعل ويؤسس وينفذ برامج تدريب تحاكي هجمات افتراضية ويقوم بالدفاع عنها. فهذه ميزة حقيقة لا تجدها في كثير من برامج التدريب النظرية، وهي أكثر تطبيقية من البرامج المعتادة. نعم، السلطنة قطعت شوطا لا يستهان به فيما يتعلق بالأمن السيبراني، إلا أن التهديدات حول العالم، تهديدات الأمن الإلكتروني، مستمرة وتتطور بطبيعة الحال. ما مدى جاهزية السلطنة الآن فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني؟ ما في شك، هو هذا هاجس طبعا لكل الدول، وكثير من المؤسسات والأفراد تضرروا أو من في السنوات الأخيرة مع التطور التقني والعالم الافتراضي، وبالتالي سوق الأمن الإلكتروني في ازدياد، وفي توقعات أن يتضاعف في 2022 ليصل إلى 22 بليون دولار كسوق في هذا المجال. طبعا في السلطنة كان هناك كثير من الأعمال والمبادرات للاستعداد لمثل هذه المخاطر، ومن ضمن الإحصاءات التي معلنة 100 مليون هجمة العام الماضي، وأيضا لأكثر من 800 برنامج تجسس استطعنا رصده. بالتالي هناك استعداد، الأكاديمية تضيف لبنة إضافية لهذه المنظومة لتعزيز القدرات الوطنية، ونأمل إن شاء الله أن نقوم ببرامج أكثر في المرحلة القادمة. الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، رئيس تنفيذي للهيئة العامة للتخصيص والشراكة، شكرا لك على هذه المعلومات. شكرا لك.